اهلا بيكم، انا بسمه الفيومي. وصفتنا النهارده هي فطاير هشه وخفيفه جدا زي القطن. هنعمل مع بعض فطاير الشاورما بطريقه سهله جدا ومن غير ما نستخدم عجان عشان توصلي لعجينه تحفه تحفه زي دي. لازم تكملي الفيديو للاخر عشان فيه معلومات مهمه جدا هتفيدك في اي خبيز. الصراحه يا جماعه انا بحب شغل الخبيز جدا، بحب اصلا ريحه الخبز في البيت. شايفين العجينه والقوام بتاع الفطاير عامل ازاي؟ هتفضل محافظة على قوام التحفة ده لمدة يومين، سخنيها بس وتتاكل. كمان ممكن تحفظيها في الفريزر لمدة شهر كامل، طلعيها سخنيها في الميكرويف او سخنيها في الفرن وهتبقى بنفس قوام التحفة ده. كمان هقولك على حشوات مختلفة تقدري تحشيها بيها. يلا بقى بينا نبدأ وصفتنا، بس الاول ما تنسوش السبسكرايب او الاشتراك وتفعلوا علامة الجرس عشان ان شاء الله يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للوصفة. ويلا بينا نبدأ. هنحتاج مع بعض 3 كوبايات من دقيق متعدد الاستخدامات، بيضاية، ربع كوباية لبن او حوالي 3 معالق كبار، معلقة كبيرة سكر، رشة ملح، ومكعب خميرة طازة. يلا بقى اول خطوة هنعملها ان احنا هنعمل عجينة الخميرة بتاعتي. الخطوة دي انا بعملها في كل العجين اللي عايزاها هشة قوي ومنفوشة وتبقى طرية وتحافظ على الطراوة بتاعتها. حطينا مكعب الخميرة وحطينا معلقة السكر وهناخد حوالي 4 معالق كبار من الدقيق، وهنضيف مية دافية وهنعمل زي عجينة كده. انا مستخدمة دلوقتي الخميرة طازة، لو عايز تستخدمي الخميرة الفورية مفيش مشكلة، بس الصراحة الخميرة الطازة هتديكي نتيجة احسن بكتير. هنضيف حوالي نص كوباية من المية الدافية. ضيفي مية لحد ما توصلي لقوام كده شبه قوام البشاميل كده. هنقلب كتير جدا جدا، يعني لو حتى عايزه تضربي المكونات دي في محضره الطعام تضربيها بالمضرب الكهرباء لحد ما تديكي بصي حاجه كده شبه قوام البشاميل. هنسيبها بقى تخمر ونشتغل في بقيه العجينه. هنضيف لبقيه الدقيق بتاعنا لبن البودره. اللبن بيدي لون حلو جدا للعجينه وبيدي قوام حلو جدا ليها، ورشه الملح الاساسي في اي حاجه فيها دقيق. ممكن كمان تضيفي نكهات للعجينه دي، يعني ممكن تعمليها ساده وتضيفي لها اي حاجه انت عايزاها، ينسون، شمر، تضيفي جواها حبه البركه زي ما انت عايزه. انا مدياكي اساس العجينه وتقدري تعملي لها كذا حشوه وتعملي لها كذا نكهه. نقلبهم بقى مع بعض. انا ضفت البيضه. تعالوا نحط طبق كبير كده عشان نعرف نشتغل بس كده. تمام. بصوا يا جماعه دي احسن طريقة تعملي بيها عجينة هشة جدا. بصوا شايفين الخميرة بتاعتي بعد ما خمرت 10 دقايق بالظبط، بصوا بقت عاملة ازاي. ده اللي هيديكي عجينة تحفة، عجينة هشة وخفيفة ما تبقاش تقيلة، لما تتساب كمان شوية ما تنشفش جامد. هنقلبهم بقى مع بعض. وهنضيف مية واحدة واحدة. انا تقريبا الكمية دي خدت مني كوباية لربع الكوباية مية دافية. كل نوع دقيق بيختلف. تعالوا بقى نشتغل بايدينا. نفضي العجينة على الترابيزة، طبعا الترابيزة نظيفة وايدي طبعا نظيفة، وهنبدأ نعجن بايدينا لحد ما العجينة تلم. مش هنضيف مية، ما تتسرعيش وتضيفي مية. هنفضل نعجن لحد ما العجينة تبدأ تخرج من ايدي. بس كده. ده بقى المكون اللي احنا ما قلناهوش في الاول. دول معلقتين كبار من الزبده، زبده طريه بدرجه حراره الغرفه، الجو اصلا حر يعني زبده بصوا طريه كده. وهنبدا بقى نعجن بيها. الخطوه دي مهمه جدا، ما تضيفيش الزبده في الاول ولا الزيت الصراحه، لا زبده ولا زيت، ضيفيهم الاول في العجينه. لما العجينه تبدا تلم منك ضيفي الماده الدهنيه دي، بتخلي العجينه ليها قوام مختلف تماما عن انك تضيفيه في الاول. وهنفضل نعجن. بصوا ما تضيفيش ميه، ما تقلقيش، وما تضيفيش دقيق، انا ما ضفتش اي دقيق. افضلي عجيني فيها لحد ما توصل بصوا للقوام ده. في طبق بقى هنحط دهنه كده من الزيت، وهندعن كمان العجينه بتاعتنا في الزيت، وهنسيبها تخمر على الاقل ساعه لحد ما حجمها يتضاعف في مكان دافي طبعا. بس كده تمام. هنحطها تخمر.
نعمل بقى الحشوة بتاعتنا. هنحط في طاسة معلقة من الزيت، ده ربع كيلو صدور فراخ متقطعة شرايح، طبعا الفراخ مغسولة منقوعة شوية في المية والملح والخل. هنشوحها بقى كده على النار، نار عالية عشان الفراخ بتاعتي تفضل طرية. بس بقى هنضيف التوابل بتاعتي، انا هحتاج ملح وفلفل اسود وحبهان مطحون وبهارات وكاري وبابريكا. عايزه تغيري في التوابل دي غيري، عايزه تغيري في الحشوه غيري، يعني ممكن تعملي لحمه معصجه وتحشي بيها، احشي باي حاجه، احشي بجبنه، حشوه جبن، اعمليها فاضيه وبعدين استخدميها كانها فينو. هنضيف بقى شرايح من البصل، انا قطعته بمبشره البطاطس، قطعته شرايح رفيعه جدا. وبعدين هنضيف فلفل الوان برضو متقطع شرايح، قطعه شرايح رفيعه جدا. بس كده هنقلبهم شويه مع بعض، بس ياخدوا تشويحه كده على النار، اصلا الصدور بتستوي بسرعه. بس كده تمام، ما تسيبهاش كتير على النار، اوعي تضيف لها ميه ولا اي حاجه، هي كده تمام جدا. بس يلا بقى بينا نروح نشوف العجينه. بصوا ادي ادي الشاورما بتاعتي بعد ما اتعملت، مضفتلهاش اي ميه، هي استوت لوحدها على النار. بصوا العجينه بتاعتي حجمها زاد اكتر من الضعف كمان، انا سبتها ساعه واحده وصلت للقوام ده. بس كده تمام، هنفضي بقى الهواء اللي فيها كله ونبدا نشتغل بيها. بصوا انا هقسم العجينه بتاعتي على اربع قطع متساويه، حابه تقسميها على 8 ينفع، حجم الفطيره انت اللي بتحدديه زي ما انت عايزه. بس انا هعديها بس شكل مستطيل كده، وبعدين ابتدي اقطعها واعمل كور، اربع كور متساوية. انا عاملة فطاير حجمها كبير شوية، لو انت حابة تعمليها صغيرة زي ما قلتلك قطعيها، قطعي العجينة دي على 8. بس هنعمل كور ونبدأ نشتغل. هنفرد العجينة على شكل مستطيل، لو ما عندكيش نشابة افردي بايدك عادي، ما تقهديش نفسك، العجينة اصلا طرية وسهلة، ما هيش محتاجة مجهود في الفرد، لان احنا ريحناها كويس وخدت وقتها في التخمير المرة الاولانية والمرة التانية وعجناها كويس. بس هنعملها بس على شكل مستطيل عشان تدينا شكل مظبوط بعد كده. وهنحط بقى حشوة كويسة، لان خلي بالك العجينة هتنفش معايا في الفرن، فهنحط حشوة كفاية. وزي ما قلتلك جددي في الحشوات زي ما انت عايزه، يعني ممكن تحطي خلطه جبن، ممكن تحطي سوسيس مع الجبن وزيتون، تحطي سجق، تحطي برجر ومقطع جبنه، بيبقى طعمه حلو جدا بالبرجر والجبنه كانك عامله، وتعمليها على شكل كايزر. يعني في افكار كتيره جدا ممكن تتعمل بالعجينه دي. ممكن تعمليها عيش، يعني اعمليها عيش فاضي وبعدين استخدميه صوابع فينو كده، او اعمليها على شكل دواير كايزر زي ما انت عايزه. هنلف بقى، احنا قفلنا الجناب كويس، وهنلف على شكل مستطيل، نلفها كده رول. بصوا بالشكل ده، وبعدين هنقفل الجناب اللي ورا دي، نقفل جامد عشان ما تفتحش مني لما تخمر ولا لما تخش الفرن. بس كده تمام، هنكمل بقى بقية الفطاير بتاعتي. نحط حشوة كفاية ونلفها رول ونقفل من تحت كويس. بس كده انا تمام جدا، الفطاير بتاعتي حلوة، وعايز اقولك انها بتبقى خفيفة جدا وهشة جدا. انا عايز اقولك جربت الوصفة دي من غير لبن بودرة، وجربتها من غير بيض، ما ادتنيش نفس النتيجة الحلوة دي. ده بايركس مدهون دهنة من الزبدة. هرص بقى الفطاير بتاعتي زي ما اقولك. بصي انا حجمها، انا الحجم اللي انا عاملاه كبير ولسه هيتضاعف كمان، حابه تعمليها صغيره اعمليها، يعني الحجم اللي يريحك والحشوه برضو اللي تريحك. انا اديتك عجينه تقدري تعملي بيها اي حاجه. دلوقتي انا سبتها تخمر، بصي ده حجمها زاد ازاي. هنضيف بقى دي صفار بضايه، عليها معلقه لبن وعليها رشه صغيره من القهوه سريعه الذوبان. انا صراحه بحب احط قهوه سريعه الذوبان، بتقضي على ريحه الزفاره بتاعه البيض، وكمان بتدي لون حلو جدا. ممكن تستغني عنها وتحطي نقطه صغيره من الخل برده، بتقضي برده على ريحه الزفاره.
ممكن تسيبيها كده، وممكن تديها رشه من السمسم او حبه البركه، او ترشي عليها جبنه مبشوره زي ما انت عايزه. انا هرش على 2 بس كده رشه من السمسم، وهدخلها فرن على درجة حرارة 220 لمدة حوالي 20 دقيقة 25 دقيقة مش اكتر من كده، لحد ما تاخد لون حلو. شكلها حلو جدا. دي الفطاير بتاعتي بعد ما طلعت، انا سبتها ترتاح شوية صغيرين. لو طلعت الفطاير وحسيتي انها ناشفة شوية من فوق، غطيها بفوطة مبلولة كده، فوطة مبلولة ومعصورة كويس، وغطيها بس 10 دقايق، هتبقى طرية جدا. انا محتاجتش الصراحة اعمل كده، هي طالعة طرية جدا وجميلة. تعالوا نطلعها بقى ونشوف شكلها. بس اصلا خدت النسكافيه بيدي لون حلو جدا للمخبوزات. انا الصراحه بحب احط رشه النسكافيه دي في اي حاجه، اي حاجه هدهن بيها الوش بحب اديها رشه نسكافيه. بصوا بصوا قوام العجينه حلو جدا وخفيفه جدا، تضغطي عليها وتدي تاني، واخده لون كمان من الجنب، واخده لون من تحت حلو جدا. خدت يا جماعه مني في الفرن 20 دقيقه وطلعت باللون الحلو ده. بصوا شكلها جميل، الحشوه جميله كانك عامله سندوتشات فينو، فينو خفيف وهش. وعايزه اقولك بتفضل محافظه على القوام ده لمده 2 كاملين، تحطها في الثلاجه طلعها اسخنها بتفضل محافظه على القوام ده. وكمان ممكن تشيليها في الفريزر لمده شهر كامل، تطلعيها تسخنيها في الميكرويف، تسخنيها في الفرن، وهتديكي برضو نفس القوام الحلو ده. بصوا العجينة جميلة وطرية جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعلوا علامة الجرس، عشان ان شاء الله في عجين كتير حلوة زي دي جاية، وعجين ملونة وحاجات حلوة جدا جدا الفترة اللي جاية. كمان منسوش تعملوا لايك وشير للوصفة، تابعوني على صفحة الفيسبوك اللي ظاهرة دلوقتي على الشاشة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة. وباي باي.